بعد استنفاذه للعقوبة، أهل برج باريريج يعود إلى ملعبه وأمام أنصاره ليرد دين لقاء الذهاب أمام الضيف دفاع تاجنانت ويثأر منه إيابا بفوز كانت له عدة اعتبارات، أهمها الابتعاد عن منطقة الخطر ولا مؤقتا في لقاء لم نشاهد فيه الكثير. شوط أول حقق فيه أشبال المدرب بلال زيريال أهم بعد تمكنهم من هز شباك الضيف وتسجيل المستقدم الجديد الكونغولي بيديمبو أول أهدافه مع الفريق. هدف لم نشهد بعده ردة فعل قوية من دفاع تاجنانت فيما كاد أصحاب الأرض إضافة أهداف أخرى بكرات طويلة من زياد على مرتين تصدى لها الحارس مقرني. بالمقابل دفاع تاجنانت ورغم مجهوداته الكبيرة لم يشكل الخطر ولو لمرة على مرمى شوشي، ونهاية المرحلة الأولى بتقدم الأهلي بهدف لصفر. في الشوط الثاني رفاق عثمان وإن لم يسجلوا أهداف أخرى إلا أنهم حافظوا على النتيجة بالضغط على دفاع المنافس وغلق كل الثغرات على مستوى الدفاع، أمر صعب من مأمورية أشبال اليمين بغرار لتعديل النتيجة. ونهاية المواجهة بفوز مهم تنفس به أهلي برج باريريج الذي ارتقى إلى الصف العاشر ب 22 نقطة مناصفة مع أولمبي لمديا. الفريق يعني منذ أن العودة تاعي والإدارة يعني عاودت ضبطت بعض الأمور، يعني انهزمنا في مقابلة واحدة، الفريق يعني كان في في في, في نشوة مليحة تاع انتصارات تاع نتائج إيجابية. اليوم طمحنا باش أمون نرجعوا بنقطة لأنه كان بإمكاننا، رغم أن شفتوا أهلي برج باريريج يعني ما عملش يعني ضغط علينا، ما ضيعش يعني فرص يعني كانت سانحة، نعرفوا أهلي برج باريريج يعتمد على الكرات الطويلة، الكرات الثابتة. اليوم حنا سيفري كنا اول يعني الماتش هذا ابري لا سيسبونسيون تاع السطا تاع البوبليك ولينا هنا في الشامبيونا وين البوبليك كان حاضر، اللي نشكروا على بهذه المناسبه. ما كانتش مقابله سهله، يعني لي جوار ان بو سو بريسيون اي تو سي توجور كوم سا كون يعني تلعب الادوار هذوما ماهيش سهله، لاعبين لا ماجوريتي سي دي جون. اليوم يعني حققنا فوز هذا ثلاث نقاط يعني مهمين في الكابيتال تاعنا.